وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين وبعد. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وهذه الآية العظيمة من سورة البقرة قال فيها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فيها الأمر بالدخول في جميع شرائع الإسلام، فالإسلام لا يكون في المساجد وفي دور العبادة فحسب، وإنما الإسلام يكون عقيدة وعبادة وأخلاقا، ويكون في المعاملات. ولذلك العبد في هذه الحياة الدنيا خلق لغاية عظيمة، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن قام بهذه الغاية فإنه يعيش على هدى في هذه الحياة الدنيا ولا يضل، وإذا مات كان من أهل السعادة وكان من أهل الجنة. وإذا ضيع هذه الغاية فإنه يكون من أهل الضلال في الدنيا ومن أهل الشقاء في الآخرة. قال الله تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. والمقدمة دي يا جماعة، لأنه كثير من الناس يتعجب ويستغرب الأمر، يعني مناسبة بتاع الزواج وفرح والناس الحمد لله جزاهم الله خير لبوا الدعوة، وأهل المناسبة جزاهم الله خير ما قصروا، والعريس والعروس والأهل والإخوان والجيران والأصحاب والناس في فرح ولله الحمد. فبيتعجبوا كيف زول بدل يشغلوا فنان وغنى وإلى آخره وساونات وألو ألو وما في اتصال، واحد اثنين ثلاثة، وبعد شوية شنو الغنى والاختلاط والأشياء دي، يكون التعجب في انه الكلام ده ما يحصل ويجي زول يتكلم في الدين. عشان كده يا جماعه احنا بدينا بالمقدمه دي، انه الدين في كل شيء، وده يا جماعه الفي والراحه والذي رفع السماء والذي فيه السعاده في الدنيا والاخره. والناس جربت، الناس جربت امر الدنيا، واحد تلقاه بيفتش السعاده في الكوره، هلال ومريخ وبرشلونه وريال مدريد وغلبناكم وغلبتونا وثلاثة نقاط ونقطتين، ويحضر الكورة بالليل وبالنهار، اشتري في الجريدة وامس حضرها بيتحركوا اللعيبة، هسه يجيبون ثابتين في الجريدة وينظر بجاي ويتكلم بغادي، في النهاية مرتاح لأنه الليلة غالب بكرة مغلوب. وناس فتشوا السعادة في الغنى، تلقاه يسمع الليلة يعني تشغل لهم حاضرة بيتضايق، شغل له قرآن بينزعج، لكن تشغل له واحد يغني يا ريس وقف المركب، وفي مركب في البلد دي،
وقف المركب خلي الشباب يركب، داري غريقهم معه شباب. وما بعرف يا فلان ولهيب الشوق ورحل الغمام، تلقى كر يبكي براو. هذه ده سعيد تاع الغنى ده سعيد يا اخي، كله لف ودورانه وضياع للزمن وضياع للاموال يا اخي. واحد يجيبوه الرجال والنساء والبنات ويقول لهم كلام ذاته ما في اي فايده، لقيته باللفه والالم اللي عليه خفه، ده الم شنو ذاته؟ ولو مره في الاسبوع نتكتك الموضوع، موضوع بتاع شنو؟ وما بعرف ايه. ويا يا ابويا الطيب اكتب لي حجيب من مرض الحبيب. معقوله؟ حجيب عديل كده الموضوع ده اصبر له، لكن في النهايه عارف انه يعني ضياع للاموال وضياع للاوقات. لانه يا جماعه باختصار شديد رب العزه والجلال قال في القران: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: كان ابن مسعود رضي الله عنه يقسم بالله ثلاثا أن لهو الحديث في هذه الآية هو الغناء هو الغناء هو الغناء. ورب العزة والجلال قال في القرآن في سورة النجم: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: السمود عند أهل حمير الغناء، يقال اسمدي لنا يا جارية يعني غني لنا. ورب العزة والجلال قال في سورة الإسراء في الآية 64 وهو يخاطب الشيطان أو يتكلم في حقه، قال الله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. مشدد ده شفته تاع المعصية، هو المشدد تلقى قاعد في الزقاق وفي الظلمة خات البيت ويكذب مشدد داسي ولا اللي بيتزوجن أربعة مشدد ياتو وكلهم معاه وهذيل مشدد ياتو ما في تشدد يا ناس. والذي رفع السماء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: بدأ الإسلام غريبا. ديل يا جماعة نقطتان عشان الكلام ما يشتت. النقطة الأولى إنه الدين في كل جوانب الحياة. النقطة الثانية إنه الدين ما تشدد. قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، حرج يعني ضيق. وقال تعالى: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. ما أفضيك ولا تتضايق من الدين، ده دين سائل ودين جميل جدا وما في أحسن منه ذاته وما بجوز غيره. ولذلك دي نقطة. النقطة الثالثة يا جماعة إنه الإسلام زي ما بدأ زمان غريب، الليلة غريب. يعني زمان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بيطوفوا بالكعبة وهم يرتدون الثياب: خذوا زينتكم عند كل مسجد. الكفار أو المشركون يطوفون بالبيت وهم عراة. كانوا المسلمون كانوا في غربة، الناس بيأكلوا الربا هم بيأكلوا، الناس بيدفنوا البنات هم بيربون ما بيدفنون. وهكذا الإسلام بدأ غريبا، ناس بيعبدوا الأصنام والمسلمون يعبدون الله وحده لا شريك له. الإسلام بدأ غريب والليلة غريب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ.
فطوبى للغرباء. انت الليلة لو بقيت شاب في وسط الشباب غريب غريب، ناس شغالين كشتينة وضمنة وقفلة عامية، هي كلها عامية وما بعرف، وشايلين موبايلات بيلعبوا بيها تحت، موظفين تلقاهم يجوا محل الشاي أربع أنفار فاتين الموبايل في النص شغالين شخت وسوا، ما شفتهم شغالين وانت في وسط غريب، الناس يمشوا الحفلات وانت تكون في المساجد، الناس يتغنوا بالغنى وانت بالقرآن، قصص واهية ساي ابكوا فيها يدمعوا، زي ما قلت لك يدمعوا يبكوا. انا بطلع البص والله بشوف حاجات عجيبة جدا، بركب البص بسافر بشوف اشياء غريبة جدا في البص. مرة ماشيين من الخرطوم ماشيين الجزيرة حصيصة، بعدين قاموا شغلوا فنان، اصلا بيشغلوا الشغلة دي شغلوه كأنه الموضوع حلال. انا جبت لك الادلة، بعض الادلة على عدم جواز هذا الامر. بعدين شغل الفنان، قمت قلت للزول جنبي اللي بيغني ده اسمه منو؟ قال لي ده اسمه حسين شندي. قلت له زحكة زحة. مشيت قدام للمضيف، قلت للمضيف عندكم حاجة مفيدة تشغلوها لنا؟ يعني من غير إحراج، أنا ما داير أحرج، لكن قلت له حاجة مفيدة، نحن في سفر حاجة كذا مفيدة يعني وكذا وكذا. قال لي نحن مفيد ما عندنا إلا الغنى، ده بينفع معاك ولا ما بينفع؟ قلت له والله يا أخي الشغل ده خلاص. قلت له أنا داير أجيف أتكلم لهم في البص ده ذات، ما الرسول يتكلم صلى الله عليه وسلم وهو يردف معاذا على الحمار، ما زمان دي مواصلات واسدي يعني بلغة العصر واسدي نفس الشيء. قلت له داير يتكلم؟ قال لي يتكلم. وقفت في أعمامك ورا شافوا دقني دي، شافوا علامة الجودة، بعدين أظن ولا وزوا قالوا ده داري فجرنا ولا داعش ما تابع لهم أنا، بعدين لاوزوا شكلهم لاوزوا. قلت لهم يا جماعة السلام عليكم، قالوا عليكم السلام. قلت لهم البص ده كان انقلب، إن شاء الله تصلوا بالسلامة، قولوا آمين، قالوا آمين. قلت لهم البص ده لو انقلب تقابلوا الله بحسين شندي ولا أديكم آية وحديث؟ قام عمامك ورا طبعا فيهم خير نحسبهم، قال له وقف الغنى يا ولد ده نسمع آية وحديث. وقفوا الغنى، اشتغلت لهم في الموت أول شيء. طبعا دي مناسبة إرس ما بنجيب حاجة، الناس محل ظريفة وهنا مهم ديك عندها محلة. بدأت لهم في الموت ولحظة النزع وخروج الروح، في ناس طبعا ما دارين الكلام، لكن بص كان مسجد كان بيقوا مارقين، لكن بس ده بس جوا بس ما في طريقة، بس شغلة كاتمة جوا. بعدين بديهم والموت فيه ثلاثة مصايب، رؤية ملك الموت الناس بينططوا عيونهم وبتشوفوا بأجنحته وبجيك وأكبر وأوك، الناس منططين. واجيب لهم في الأدلة يعني، اجيب لهم في الأدلة. والحاجة الثانية سماع البشرى، ملك الموت ده ببشرك يا بالخير يا بالشر بحسب انت بعدين، وبعدين ببشرك يعني بحسب ما كنت عليه في الدنيا وما مت وما تموت عليه والعقيدة والعمل إلى آخره، وبرحمة الله وبعدله. الحاجة الثالثة قلت لهم شفتوا في حاجة اسمها سكرات الموت، والسكرات دي جمع سكرة، والسكرة ذهاب العقل، يعني الزول في الموت عقله ما معه، يعني بيصل درجة عقله ما معه، وبعدين في نزع شديد وفي ألم وكذا والناس قاعدين في البص، وفي مرة ورا خوافة ملاوزة من الشغلة. أقول لهم قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق، تقول لي صلى الله عليه وسلم. قلت لها حاجة كذا صبري شوية كذا صبري. تمت لون الموت الله يتقبل، وخشينا القبر ومشينا القيامة وجينا في الجنة وخلاص. قلت لهم والله بعد ده الحجار كملت. بعدين مشيت للمضيف قلت له والله بعد ده
أنا والله خلاص كفى. كان شغل محاضرة في الدين وذاته المضيف القبيل قال لي ما عندنا مفيد. شغل طوالي قد أفلح المؤمنون ويشرحوا في الآية الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما بقى الجو بعد ده جو دين. الجو بقى جو دين الحمد لله شغل. ولذلك يا جماعة الدين ده زمان بدأ غريب. الليلة والله غريب غريب. الشباب الليلة لو تابعوا فنان عملوا زيه وشايلين حاجات زيه دول ما بيزالون يجيبون مع عمك الكبير ذاك ماذا رأيب اسمه خلوه انتم تعرفوه بيجيبوه بعدين بيقعد بيجاي وثلاثة بيجاي بنات واربع اولاد بيجاي وهايل يا فلانة وخطير يا فلان والله يحفظك لينا ما بتعرفوه بيجيبوه في رمضان خلي بعدين شنو ان بقيت مع هذيل ما بزول بيسألك يغنوا ليون ويكذبوا زي انا ما لقيت فنان يا امة لو كلامي ده غلط واحد يعقب عليه ما تحدي يعني لكن ما لقيت فنان قال في غنيته اتقوا الله صلوا في المساجد وعليكم بالتوحيد لاقاك شغل زي ده لاقاك ما فنان بيدعو لي خير ولا لا ملاحظتي دي لاحظ لي كلها شغله بتاعت بس ما ابدا لكن انت ما عارفه كلها شغله بتاعت هنا وحاجات والعيون ونظر وكلام كثير ولذلك نحن في نهايه المطاف دي ابتلاءات. الشاب اذا تابع الفنانين بيخلوه اذا تابع لعيبه الكوره بيخلوه اذا لما في شعر وفلفله ولبس فنيله قصيره وبنطلون ايه وعمل كيف وسلسل وحاجه زي الغويشه مكتوب فيها صح ما صح وحاجات كثيره اذا لبسها ما بزول بيساله. اليوم اللي بيجي يطبق الدين بيبتلى في البلد دي. يعني اليوم اللي بيقرا حديث ما كلام جماعه ولا طائفه ولا حزب حديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. حديث يا جماعة بالراحة حديث في البخاري ومسلم من رواية ابن عمر طوالي بصروا لك ولك أهاب جيت معاهم ودوك كم جماعة ديل بعد شوية بتدمرنا ياخذ دمر وديلك براون بيدمر وديل ما براون وديل بيتكلموا بميكروفون وديل ما بيجوا لابسين حزام وديل ينلموا فينا احنا ذات مفجرون. ولذلك بيصنفوك لانه الاسلام غريب. تدي النص الايه والحديث غريبه تقصر ازارك على لك تحت يقول لك والله يقول لك انا مما اشوف الهدوم القصيره دي والجلاليب القصيره دي دمي بفور بفور ليه يا أخي تا بفور ليه أندروز بفور ليه أندار عارفه بفور ليه وده ذاته تلقى مشجع له كورة يفت البفور من ده تقول له ميسي كيف لك كي. وكريستيانو كيف وبشعر ده كيف ولك إمار خطير يقول أيوة خطير. الخطيرين ديل بيلبسوا لحد وين ميسي ده بيلبس لحد وين للركبة ولا فوق ليها ذاته مش فوق ليها فوق ليها وطيب ده بكيفه بركبه بركبه بكيفه وانا بجلابيتي دي بعكره هسه دي حلوها كيف في جلابيه مع الركبه يا جماعه لاقتكم في جلابيه مع الركبه واصل بتاع مطعم في جلابيه كده لكن كلها لخبطه زي كلها ابتلى في انها امتحان تبتلى به وده دين. الكلام ده يا جماعة حديث ما هو للأسف حصروا في جماعة انت الجماعة دي ما تبقى معه أبقى مع الدين بس قالوا لك انت معاته جماعة قل له كلهم خليته أنا حر براي كذي بس عبدي لله لكن مع الناس حر ما تبقى مع أي جماعة ودي نصيحتنا لك لو انت تابع لحزب ولا طائف فكة أبقى حر براك لأنه في القبر بيسألوك من ربك الله ما دينك بتقول الجماعة الفلانية ولا بتقول الإسلام الإسلام خلاص ده الموضوع. من هذا الرجل الذي بعث فيكم محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما بيزالوك من حزب ولا تضيع زمنك معهم ولا طائفة. لأن الله تعالى قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. بتمشي لأ الله برك. وكذلك من غربة الإسلام، ودي آخر مسألة نختم بها إن شاء الله تعالى، غربة العقيدة. الليلة لو سألت المسلم قلت لي الله كم، أي مسلم أسأله قل لي الله كم، قل لك الله واحد، قل لك الله واحد. لكن هاي ساعته ده خلي ده من بلدنا أنا بعرف. هاي جزاك الله خير. طيب بعدين قال شنو؟ أي مسلم تسأله تقول لي الله كم، قل لك واحد، ما في إشكال. تقول له في الشدائد بتنادي منه؟ من تجي الكربة وتجي المصيبة والعربية دارة تنقلب بتنادي منه؟ يقول لك بنادي فلان وفلان وفلان. وقبيل يقول الله كم؟ واحد. أشكى يا جماعة رب العزة والجلال قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. عود نفسك في الكرب وفي الشدائد تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ما تلجأ للمخلوق ولا لفلان ولا علان، ولو بلغ من الصلاح ما بلغ. لأنه يا جماعة رب العزة والجلال قال: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ولأن الله تعالى قال: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. أي زول براه يوم القيامة، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ودا جماعة الليلة لو يتقال بيواجه الناس بيواجهوا بالغرابة والتعجب. يقول لك فلان ده بينبذ الشيوخ وبينبذ الأولياء وما في نبذ. لأنه يا جماعة أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا شنو؟ قد مات. ما في صحابي قال له ما تجيب اسم الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نحن لما نقول فلان مات يا جماعة من الناس الموجودين ولو بلغ من الولاية والصلاح جدلا، أزول مات، أزول مات، نادوه، نادوا الله الحي سبحانه وتعالى، أزول دفنوا في الأرض، أزول بيسألوه جوا ما فاضي لك، تقول لا الحقنا وافزعنا، ده من الشرك بالله سبحانه وتعالى. تقوم الدنيا وما تقعد، تقول للناس ما تعلقوا التمايم، ما تعلقوا الحجبات، ما تعلقوا الكمون، لأنه اللي بيحفظ الله سبحانه وتعالى. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أنت بتكون غريب في وسط المسلمين، تقول لهم ما تعلقوا شيء من السكين ومن الطلق ومن الأشياء. لأن الله تعالى قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. تقول لهم ما تحلفوا بغير الله، ما تقولوا وحاد فلان ولا وحاد علان. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ودي أشياء منتشرة الليلة بيناتنا، قولوا وحات فلان وحات النبي وعليك النبي، وده ما بجوز في الشريعة. ناس تحلف في الله، تتوكل على الله، تعتمد على الله، توحد الله وتجتهد في طاعة الله. ورسالة أخيرة أختم بها هذه يعني الوقفات، وهي للنساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما. قال: قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات. والمرأة لا تقوى على عذاب الله كما أن الرجل لا يقوى على عذاب الله. ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات
رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. أسنمة جمع سنام، والبخت الناقة رازق لك فوق التسريحة زي السنام. قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فالناس يا جماعة ترجع إلى الله وتقبل الحق وتقبل على الله سبحانه وتعالى، ودي والله السعادة في الدنيا والآخرة. ونبارك للزوجين، وأسأل الله يبارك لهما ويبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. وأخونا العريس هنا التيني محمد أمين جزاه الله خير، ودعانا نبلغ دين الله سبحانه وتعالى في مناسبته، لأنه الزول في المناسبة في الصباح بيقول على كتاب الله وسنة رسول الله في العقد، ابقى قدر الكلمة دي بالليل وبالنهار، مش الصباح كذي أو في العقد الظهر وبالليل لا كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الختام نحن نشكر الجميع على حسن الاستماع، ونسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.